والدستور ما شاء الله تعدى، لكن كل كلمة منه، كل فصل منه، بل قول حتى كل حرف كان معجون بالجهد، بشوية نرفزة، ببرشة أمل، ببرشة إصرار، بنقاشات صعيبة، أحيانا حتى بالعناد، لكن هذا كله راهو معقول وعادي. الشعب يحب يصنع مستقبل مع بعضه، إذن من المفروض أنه الأفكار كي تتلاقى لازمها تتصادم. تعرفوا شو معناها الديالوج في معناها الإغريقي؟ مش معناتها تلاقي كلمتين، هو أن تخترق الفكرة الأخرى وتأتي بها من تأتي بجديد. لدياسة بديغل أنتغا تغفرسي. فتصوروا هذه كل عملناها باش ننجو نص مشترك، ميثاق عايش في تونس مشترك. فالحمد لله كي تم التصويت عليه بك الأغلبية الهائلة ذيك الرائعة، هذا التعب يتنسى، التشنج يتنسى، الإرهاق يتنسى، لكن المسؤولية ما تتنساش. خاطر مسؤوليتنا توا استبطانه، فهمه، نقله للناس، امتلاك الناس ليه، وخاصة تطبيقه وحراسته. أما اليوم ما شاء الله ثم مهمة جديدة اللي هي الحكومة، اعطاء الثقة للحكومة، باش تتعدى الجلسة كما الجلسات اللي نتاع اعطاء الحكومة للحكومة، اعطاء الثقة للحكومتين السابقتين، وهو أنه السيد رئيس الحكومة المكلف يلقي بيانه وبرنامجه ويقدم وزراءه، ثم يتفاعلوا معه النواب بالأسئلة، ثم بعد ذلك يجيب عليهم، وثم يتم التصويت. أعتقد أنه التصويت بش يكون في الجلسة المسائية اليوم. طلعاتنا المستقبل هو أنه أولا الحمد لله ثم إحساس أنه برغم ما قيل عنا وما تم، مش نقدنا بركة، حتى التهجم علينا وتتفكروا جاتنا أيامات وهذا لازم المجلس لازم يتسكر وإلى آخره، الحمد لله الآن نحسوا اللي إحنا أدينا قسط كبير من الواجب. عملنا هيئة الانتخابات، عملنا قانون العدالة الانتقالية، عملنا الدستور، ولكن إحساسي الآن هو لازمنا نكملوا هذه المهمة للآخر باش كيف يجي مجلس النواب يبدأ هو مهمته، وهو إرساء الهيئات التعديلية والدستور إلى آخره. وربي إن شاء الله يوفق توانسة كل، يا ربي يوفقهم. لماذا؟ خاصة أنه باش يتعلموا الحوار أكثر ويستمعوا لبعضهم أكثر ويعليوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح.